بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنسجل بقى النقط المهمة كده او النقط الزيادة في داتا الايه البليدنج. طيب اول حاجة الهيموفيليا ايه؟ كنا فاكرين ان هي على طول نقص في فاكتور رقم 8، بيقول لك ان هو بيكون عنده النقص ده منذ الولادة، فبيكون عنده بليدنج ابيسود. البليدنج ابيسود يعني البليدنج بتاعه ممكن يبدا ستارت فروم بيرث عادي، فروم بيرث عادي خالص، تمام، فروم بيرث عادي خالص. طيب لان هو مولود عنده نقص في الفاكتور ده. طيب ايه تاني يعني ما نتخطش فيها في الكيز يعني؟ ويجوالي بيرزنس ويز برولونجد بليدنج افتر ماينور انجري، اول ما بيتخبط خبطه صغيره بيكون عنده برولونجد ايه بليدنج. حاجه جميله كده وسهله، ما تقلقوش. طيب الصور دي بقى، الصور دي هبص كده تلاقي ايه؟ تلاقي مصل كده منفوخه، هو ده عنده هيماتومه في المصل، يعني عنده بليدنج في المصل اهو. بليدنج المصل عمل فيها ايه؟ عمل هيماتومه اللي هي تجمع دموي زي ما انتم شايفين كده. طيب عندنا الحاجات دي الايه البي تي، وفي الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، ده برضو ايه؟ ده برضو بيكون برلونجد كلوتنج تايم. اللي بيدور على الكلوتنج فاكتور نلاقيه برلونجد البليدنج تايم، عشان هو ليه علاقه بالبليتت واحنا هنا مالناش علاقه بالبليتت، فنلاقي البليدنج تايم مالها نورمال الفاكتور 8 قليل. السي بي سي شو سيفيريتي اوف البلاد لوس، بفقد البلاد لوس في الايه؟ بفقد البلاد لوس من كتر البليدنج يعني، تمام. طيب عندنا ايه بقى تاني؟ عندنا بيقول لك الفيرش فلوز، انت بتحتاج ايه؟ بتحتاج فيرش فلوز بلازما وديزمو بريسل لو الحاله دي مالها، لو الحاله دي ملد معايا. طيب ايه تاني؟ الكترونزيميك اسيد ده بيعمل ايه؟ بينهبت الفايبرينوليتيك سيستم، يعني دون كده بيخلي الجلطه ما تتكونش. ترانزيميك اسيد ده بيخلي، قصدي الفايبرين ده مهم جدا للجلطه، فالفايبرينوليتيك ان انت تكسر الجلطه تعمل نزيف، انا مش عايزه الكلام ده، فانا بعمل له انهبيشن، تمام، فبحاول اكون جلطه اكتر بالايه؟ بالترانكزيميك اسيد، بالترانكزيميك اسيد، تمام. طيب ايه تاني؟ قالك الكلينيكال برزنتيشن الفون والبراند ديزيز، يوجوالي الفون والبراند ديزيز كنا بنقول نقص في الايه؟ نقص في البليتت ادهيجن. تاني حاجه قلنا ان هو نقص في الكارير بتاع فاكتور رقم 8، فبيقول لك يعني ان هو بيجي بايه؟ بميكوزا البليدنج اهو، ميكوزا يعني مثلا تلاقي ايه على الماوس ومن جوه البقه الميكوزا والحاجات دي كلها بيبقى فيها ميكوزا بليدنج عادي خالص. طيب اي تريتمنت، اي قصدي حاجه بتنزف، ابعد عن الخبطات وابعد عن الاسبرين، والاسبرين والنسترود انتي انفلاماتور برضو اللي هو من ضمنهم الاسبرين يعني، خدنا دي قبل كده. ترانكزيميك اسيد لاي بليدنج بنديه ليه؟ علشان بيساعد في تكوين الجلطه، يعني بيعمل انهيبيشن للفايبرينوليتيك. فريش فروج الفريش فروزن بلازما، ده فريش فروزن بلازما دي بتديني الفاكتور زي ما كانت بتديني الفاكتور رقم 8، ممكن تديني برضو الايه؟ ممكن تديني فون والبراند ديزيز. طيب هنا بيقول انديكيشن للبلاد كومبوننت ترانسفيوجن، نحتاج امتى ننقل دم؟ لو الار بي سي انيميا، لو البيتلي ثرومبوسايتوبينيا، تمام، اقل من 20,000 او اقل من 50,000 لو هو عنده كرونيكال ايه كلينيكال ايه كلينيكال هيموج. طب كواجيليشن فاكتور بقى، قالك بروفلكتيك بيفور سيرجري اكتر من 50% اكتيفيتي فور فيو دايز، تمام. يعني مثلا انا دلوقتي داخله عمليه خطيره، مثلا انا خايفه مثلا من نزيف، فدي بليتلت كبروفلكتيك كده. طيب وبتشتغل يعني اكتر من 50% يعني نصها بيشتغل. لو انا عندي نزيف فعلا، يبقى لو انا خايفه من نزيف، لو انا عندي نزيف، تمام. قال لك ايه؟ اكتف بليدنج 25 ل 50% اكتيفيتي، يعني ايه؟ يعني اديها ادي 50% يعني 25 ل 50% اكتيفيتي، او لو هي في السي ان اس 100%، تمام. مش عارفه بقى دي نسبه البليتلت اللي انا بديها ولا ايه. يبقى انا عموما او نسبه دي كواجيليشن فاكتور، نسبه الكواجيليشن فاكتور مش بليتلت، هي كواجيليشن فاكتور، هي زي البليتلت يعني، بس دي نسبتها فعلا زي النسب الموجوده عندنا كده. طيب بس هو اصلا موجود عندنا في الكتاب قبل السيرجري بدي 100% والانتراكرينال هيموج بدي 75%، فالحاجات دي ما تلخبطناش يعني. طيب الالبيومين، بيقول لك الالبيومين هايبو البيومينيميا وذ اديما نفروتك وهيباتك ونيوتريشنال اديما، بيكون عندنا الالبيومين اقل من 2.5، معلومه احنا عارفينها، تمام. بدي ايه؟ بدي بعمل بلوت ترانسفيوجن عشان انقل الالبيومين لما يكون عندي الالبيومين قليل قوي كده يعني. انت دي ممكن اعمل بلوت ترانسفيوجن او اكسشنج، احسن بقى ان انا ايه اغير
الانتيجينات والانتي بودي اللي كانت موجوده دي فيرج بلازما في كل كو اجيليشن فاكتور اللي ممكن تتخيلها في حياتك. جميله. طب الستورد بلازما، الستورد اللي هي متخزنه بقى، قالك دي بيكون فيها البيومين ونيوتريانت، بس بخاف عليها بقى من الايه، من الحاجات اللي تتكسر. از بلازما اكسباندر توتال ايه، توتال بارنترال نيوتريشن. يعني انا بدي الستورد بلازما اللي متعانى امتى؟ قالك لو واحد مثلا عنده نقص في البلازما وعايز يزود، او ايه توتال بارنترال نيوتريشن اللي هي مليانه البيومين وايه ونيوتريشن، مليانه البيومين ونيوتريشن. يبقى لو واحد بينزف ياخد فريش فروزن ولا ياخد ستورد؟ لا ياخد فريش فروزن، تمام، عشان دي فيها كل الاكواجيشن فيكتور. طب لو واحد عايز ياخد بارنترال نيوتريشن وعايز اغذيه، اديله الستورد لان في فيها البيومين ونيوتريانت. طيب الكومبليكيشن اوف البلاد ترانسفيوجن، بيقول لك نون اميون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن اوكير وين ار بي سي ار دامج بارير تو ترانسفيوجن. نون اميون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، يعني اصلا الار بي سي بتتكسر لوحدها، تمام، وين ار بي سي ار دامج بيفور تو ترانسفيوجن، تمام، فهي متكسره لوحدها اصلا مش اميون. ما تجيبش سيره الاميون معاك بقى. قالك resulting in ايه، هيموجلوبينيميا. الار بي سي المتكسر دي هتطلع لي ايه؟ هيموجلوبين. دخل بقى يا باشا البلد اللي فيه الار بي سي متكسره والهيموجلوبين طالع، ده للبيشنت عنده هيموجلوبين كتير في جسمه، هينزل في اليور يعمل هيموجلوبينوريا، اصلا ممكن يدخله في ايه، في رينال فيلير، تمام. وهيموجلوبينوريا ويز اوت سيجنيفيكانت كلينيكال سيمبتومز، ممكن يلاقي، هيلاقي دارك يورين كده ومش هيبقى ايه عنده اعراض كتيره يعني وكده. طيب لو الدنيا عدت بسلام، يعني بيقول لك ديليد ميمبرين سيلولار او فاسكولار دامج فروم سيركيليتنج اميونو كومبلكس ار اكسبكتد ان ذا لانج، تمام. يعني ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل ديليد ميمبرين سيلولار او فاسكولار دامج. يعني بيقول لك اللانج يعني ممكن تكسر الخلايا وتكسر الاوعيه، ويحصل ايه، ويحصل اللي هو الاميميون يعني، تمام. ار اكسبكتد ان ذا لانج ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري كدني وجوينت وليفر وبلاد فيزلز اوف الفيريوس ايه اوف الفيريوس فيريوس اورجان. يعني ممكن يحصل المناعه تقوم وتكسر البلاد فيزل بتاعه اللي راح للكدني والخلايا والجوينتس والليفر والايه واللانج. طيب ده طبعا كومبليكيشن ممكن يحصل من البلاد ترانسفيوجن. اوتوميون هيموليتيك انيميا ثرومبوسايتوبينيا وذ ايه وذ ريزيستنس تو ثيرابي. اوتوميون هيموليتيك انيميا مع ثرومبوسايتوبينيا كنا بنقول عليها ايفان سندروم تقريبا. بيقول لك ذا جرافت اللي هو جرافت فيرسس هوست دي از مور بوتنت ذان اميونو كوم، لا مش قصده على الجرافت، لا الجرافت از مور بوتنت ذان اميونو كومبرومايزد بيشنت. الجمله هنا مش فاهمها قوي، بس ممكن يقول كان قصده الجرافت اللي هي كاسترو انترايتس و لا مش عارفه بقى قصده على الجرافت اللي هي الحاجه المنقوله، يعني مور بوتنت قويه في الاميونو كومبرومايز بيشنت، او بتسيطر او بتدمر او كده في الناس اللي منعتها. انا مش فاهمه الحته دي الصراحه، مش فاهم. الانفكشن بيقول لك ايه، طبعا في حاجات بتتنقل عن طريق الدم اللي هي الايدز والهباتيتس بي والهباتيتس سي والسيفلس والملاريا. اغلبيه الحاجات دي بتتنقل عن طريق الدم، لازم تعمل لها سكريننج. طيب ميتابوليك ديستربانس، بيحصل فوليوم اوفرلود، نقلت كمية دم كتيرة جدا، وظهرت فيلير اعلى من 10 لكل كيلو في الساعة. طيب ديبليشن اوف البيتلت وكواجيليشن فاكتور لوست ان ايه، لوست ان ستورد بلاد، يعني الدم اللي متخزن ده بيكون اصلا ار بي سي فيه اتكسرت، البليتلت فيه اتكسرت، كواجيليشن فاكتور. فاكرين الستورد بلازما كان فيه البيومين ونيوتريانت بس، لكن الفرش فروزن كان فيه كواجريشن فاكتور، لان الاستورد بلاد ما بتخزن كل حاجه بتموت فيه يعني، تمام. اكيوت هيموليتيك رياكشن بيكون عنده انكريز هارت ريت، تمام، عشان مفيش اكسجين اصلا بسبب تكسير، فالقلب بيحاول يضخ اكتر عشان يعوض. الشست بيكون فيه مش واصل له اكسجين فيكون كونستريكتنج، وبين الفاسكولار بيكون فيه هايبوتنشن، الخلايا عماله تتكسر اصلا. اللمبر برضو بين هيموجلوبينوريا وهايبربولاربينيميا. طيب بيقول لك في الميلد رياكشن بيكون في فيفر تشالس ريتابيلتي سكين راش اتشنج، بيكون في رعشات كده، تمام، و سكين راش وطفح جلدي، وبيكون في ايه، وبيكون في اتشنج.
زي هارش كده. لو حصل معاك الحوارات دي كلها يبقى كده في تكسير، يعني دي اعراض زي الرجي كده، حساسيه من البلاد اللي انت بتنقله ده. فانت وقف نقل البلاد زي ما احنا واخدين بقى، وابعد عن الاسبرين، لاني طبعا بيمنع الاجريجيشن بتاع البليتت، ايه بتاع البليتت فانكشن. بيقول لك لو سيفير بقى، لو حصل ديسبينيا بقى ومش قادر ياخد نفسه خالص، تاكي كارديا وكده وهايبوتنشن وهيموج وريد يورين، وقف وشكل كوم اسمها دي الكومباتيبلتي تمام، واديله فلويد محلي عشان تلحقه بسرعه. وشوف الهيموجلوبين دون والاي بي سي بقى، اللي هي الحاجات اللي موجوده عندنا في الكتاب يعني.